طالب بالجامعة الأمريكية هندسة، بحب الموسيقى كتير، وهلأ عم نلعب بباند بالإي بي، وبحب الرسم كتير، لأن هيك فت جامعة يعني هندسة، وهيك بقضي وقت يعني. تكر طول وقت موسيقى، كل شيء موسيقى، بطل فكر موسيقى، إنه حتى الرسم كل شيء موسيقى يعني. هلأ في شان أنا مرات بتضايقني إنه عم بلعب موسيقى ويكون في حرب يعني بلبنان، بس مرات بفكر إنه الموسيقى من ناحية بتساعد الناس إنه ما بعرف يخيرون وتفكيرون، ما بعرف إنه إذا بنعمل حفلة يعني بنعمل عادة حفلات بالمدارس، بشوف إنه هيدا شيء منيح يعني، لما ياخدوا إنه إف يعني ما نفكر بالحرب ونحن عايشين بغير دنيا، بالعكس نحن عم نساعد يعني، بركي مثل قوة ضد الحرب، بركي في يعني واحد في يشوفها هيك الحرب كل شيء عكس الحياة يعني. أنا شفت من زمان كتير فيلم جديد إجا لبنان أبوكاليبس ناو، عجبني كتير كتير قوي، ضايقني شوي لأنه بذكرني بالحرب، طبعا هو عن حرب بس كتير حلو، فيه كتير عنف في الفيلم، وأكد لي أنه الحرب بلا طعمة، مش ضروري للحرب تيوصل لنتيجة يعني. قبل الحرب كنا عاملين كشاف نحن بالمدرسة، طبعا بعد الحرب كل شيء وقف، ومن سنتين في المدرسة اي سي حد الجامعة طلبت من كم واحد منه انه نرجع نبلش كشاف عن الجيل، وهيك اتصلنا بالتلاميذ، وهلأ في تلاميذ طلاب عم يعملوا كشاف، بنلعبن ألعاب، في ألعاب وأغاني وكتير اشياء، بس الشغلة اهم شغلة هي الكشاف والمخيمات طبعا، بس هلا ما فينا نعمل شيء، حبا لبنان يعني ما بعرف يعني مرتبط كتير بالبلد بالناس بالطقس بالطبيعة بكل شيء، في كل شيء بلبنان. هيثم بيحب الموسيقى، حميته من الحرب، موسيقى قوة ضد الحرب، هيك بيقول هيثم، وهيك بيقولوا صحاب هيثم، شباب ساكنين جزيرة بقلب بيروت بقلب الخوف، بيانو وجيتار وكمانجا تيغطوا عصوات الحرب. أبصر وين نبيل، يمكن عم بيصور شي استعراض عسكري، وغازي ليه أشغل وصل له مكتوب من هالبنت اللي بيحبها، شو عمل زياد مسرحيته وأغاني مرسال للأطفال، كيف رح يطلعوا؟ بكرة أنا رايحة، رح أشتاق، رح أشتاق. Is it true or is it just your willing? And my pride every time you find a chance to show that you got control. Come and show me that you love me, baby, like you should. Cause the way you're acting now is never understood. We can find a better way to get along. A chance to reach the shores of our dreams.
just need some peace of mind.